مشهور رصد توقعات جمهور الأهلي حول هذه المباراة. إن شاء الله لقاء إيجابي بإذن الله، خصوصا مع ضياع النقطتين اللي فاتت قدام النجران. أتوقع أنه الأهلي راح يعوض في الخمس جولات، أتوقع أنه من بين الهلال والشباب أكيد الأهلي راح يفوز. قادر الأهلي يحسم المواجهة؟ أكيد بإذن الله، ياما طلعنا أديناهم خمسة فرضهم يعني. مو نقاط القوة الموجودة يوم الأحد في الأهلي؟ أتوقع أنه إن شاء الله حتكون في المقهوي، السومة، تيسير، منصور حربي من الجهة اليسار، وإن شاء الله في أوراق رابحة كثير. أول شيء أوجه تحية للجمهور الأهلاوي، ولازم إحنا ننازل الفريق، وطبعا المباراة حتكون صعبة جدا لأنه قدام فريق كبير هو فريق الهلال. أنا أتمنى من المدرب اللي هو يختار عناصر عند ثقته فيهم، ويكون يعطيهم وقتهم في الملعب أحسن ما يغير لاعب في كل مباراة. قادر الأهلي على حسم المواجهة؟ إن شاء الله بإذن الله، ليش لا؟ إحنا قدها وقدود، والعناصر اللي عندنا تكفي وتوفي بإذن الله، وعندنا لعيبة من ممتازين جدا، وإن شاء الله يجيبوا الفريق بإذن الله. في المقابل وائل القحطاني رصد توقعات جمهور الهلال. أتمنى إن شاء الله أنه يدخل مباراة بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله بتركيز عالي جدا، وينسى أبطال آسيا ويخليها على جنب، يفتح ملف الدوري ويبدأ يركز في المباراة تركيز تام، ويبعد عن أجواء آسيا تماما. والله يوفقهم إن شاء الله. 3-1 الهلال بإذن الله. والله من بعد المباراة الآسيوية نشوف المواجهة سهلة إن شاء الله. هلالية مباراة الأهلي ما هو بصعب عليكم؟ الأهلي لا والله مو بصعب يعني، بعد الآسيوية والجمهور وهذا مو صعب عليه. كم تنتهي مباراة الهلال والأهلي؟ 3-1 الهلال. عجبني الهلال. عجبك؟ إيه. طيب مباراة الهلال والأهلي بكرة من يفوز؟ 3-0. كبير على الأهلي ترى. الهلال أكبر. طيب من يجيب الأهداف؟ ناصر 2-1 ياسر. كبطولة الدوري وبطولة الآسيوية لازم يكون عندك تركيز عالي جدا. بطولة الأهلي دائما الهلال يبدأ في الدور الأول. أغلب السنوات الماضية كانت أقل نتيجة كانت 3-0 أو فارق 3 دائما. وإحنا متفائلين إن شاء الله بالفريق، رغم أنا ما سمعنا إن في غياب تياغو نيفيز. هلالي؟ إيه إن شاء الله. إيه. من أول ولا أبوك اللي قال لك شد الهلال؟ لا من أول. طيب بكرة مباراة الهلال والأهلي كم توقع؟ 2-0. الله يوفق الهلال إن شاء الله بكرة. وتكون معنوياتهم مرتفعة بعد الفوز بعد التأهل الآسيوي، وإن شاء الله يفوزون إن شاء الله بكرة. صعبة مباراة بكرة؟ والله صعبة، أتمنى الجمهور يحضر إن شاء الله. دعم يعني؟ كدعم للفريق أكيد، هم رقم واحد بالملعب. كم تتوقع تنتهي؟ والله إن شاء الله 3-0. نجيبها إن شاء الله. نفز لا سلمان، شكله صاير تحب سلمان بعد التأهل. أكيد خرج بإذن الله. راح يبدأ الهلال، وبما أن عنده فاز مع السد راح يكون عنده قوة باور، تكون دافع معنوي بإذن الله. أنتم كجمهور طيب إيش تطالبون من اللعيبة؟ تركيز على أسوية أو لا؟ تركيز على أسوية بعدين نفكر بالدوري بإذن الله. العين هو صعب؟ صعب بس الهلال أفضل. شوف أن الهلال في هالموسم اختلف يعني، كانتشار كتنظيم كتكتيك. تكتيكي إلى الآن جدا رائع. طيب مباراة الهلال الأهلي نرجع لها كم تتوقع تنتهي؟ إن شاء الله 3-1.